مساء الخير ورمضان كريم عليكم جميعا بهالليلة المميزة من ليالي خيمة أورنج الرمضانية اللي رح نحكي فيها كتير ونضحك ضحكة جنونية ونعرفكم على ألعاب حلوة ومسلية وعائلية رح نلعبها مع ضيوفنا وبتقدروا تلعبوها بجمعاتكم الرمضانية وتصنعوا موادها من أشياء ومواد عادية وبنهاية السهرة رح نسألكم عن الفزورة الأسبوعية ونربحكم جوائز كتيرة بهالأيام الرمضانية. ليش نلت ونعجن كتير ونحرق طبختنا عبكير؟ خلونا نرحب ترحيب كبير بضيفتنا اللي بنسمع أغانيها الكبير منا والصغير، المطربة زين عواد. حبيت. أهلا وسهلا، أهلا فيكي، أهلا مدام فضة. إيش الحلاوة هاي؟ إيش الحلاوة هاي؟ زنزونة كيف حالك؟ مشتاقة كثير. وإيش اللوك؟ صابغة. يعني بصراحة لوك ديانا، الأميرة ديانا بشكل عجيب. شو رايك باللوك الجديد؟ صحيح مش عادي وتاريخي، اللبس الديكولتي واللي عملتيه كله مو عادي بصراحه. انا بصراحه كنت المفروض استضيف زين عوض بس ما بعرف، يعني فجاه طلعت واحدة تانية معها. من مين انتي؟ انا بنت زين عوض. انتي بنتها؟ انا بنتها زين. زين واخيرا طلعت من من. زين عندك بنت هالقد كبيره؟ مش كتير كبيره، من من يعني 13 بس. 13 يا اختي 13 ماشي، بس يعني انا توقعت انه زين عندها ولد عمره 3 سنين. لا مش هيك. يعني عم بتصغريني انت. لا هي منمن مديرة اعمالي ودراعي اليمين. كيف مديرة اعمالي؟ يعني كل شيء بستشيرها بكل شيء، منمن من الكبيره للصغيره، اواعي ملابس غسالات ثلاجه كل شيء. واضح من اللبس اللي لابسيته كثير طفولي. زين عليكي. تفضل. عندي إلك سؤال. تفضلي. ليش اخترتي تكوني مطربة؟ هل هالحلم هاد كان عندك من طفولتك يا اختي؟ أكيد أنا انولدت أغني، يعني موهبتي الأساسية إني أغني، صوتي حلو، فانولدت مطربة أبا عن جد زي ما بيقولوا. منى. صوت ماما حلو ولا لا؟ يعني مش عارفة، أنا أحلى صوتي عليك. أحلى. برافو عليكي، بحب الإجابات السريحة. يا الله حبيبتي. صحيح، نسيت أسألكم شو رأيكم بالخيمة، خيمة أورنج الرمضانية؟ لسه بدي أحكي لك، كتير حلوة، كتير الأجواء رمضانية بالآخر. يعني منى شو رأيك؟ حبيتها كتير حلوة. كتير حلوة صح؟ بعرف إنك طباخة ممتازة يا زين، وبتحبي الطبخ ونفسك حلوة كتير على الأكل. شو عملتي طبخات برمضان؟ أنا لا شعوريا عم بعمل معك هيك. شو اكثر طبخه بطبخها؟ لا مالك انت، ما تقلديني بكل شيء. بقول لا شعوريا. لا شعوريا عم بسوي معك. لانه انا قدوه. يا سلام. طيب ايش سؤالك؟ ايوه مش مركزه ابدا. لا والله مركزه. صحصحي والله. مصحصح دنيا رمضان بعرف بس صحصحي. هيني صحصحت. شو سالتيني؟ شو عملتي طبخات برمضان لحد اليوم؟ شوفي انا بحب النواشف برمضان، يعني بعتبره فطور. طيب شو هي المبادئ الرئيسيه اللي ممكن تنصحي فيها اي اهل انها تكون عندهم بتربيه اولادهم؟ المبادئ الرئيسيه يعني يكون في حوار بين الاهل والولاد، يكون في دائما حوار، مش انا الام وانت الولد، يعني ما نعاملهم انا كبير وانت صغير. صح يا منى؟ صح يا رجال. على اساس انت مقطعه حالك حوار مع بنتك. بالضبط. يعني بنحاول قدر المستطاع انه تو سبيند كواليتي تايم على، عرفتي منى؟ ماما بتحاورك ولا لا؟ مرات يا دوب. انا يا منى يا اختي بنخارنا نتحاور. احكي الصراحه ليش هيك عم بتلف؟ والله بنتحاور، يعني مش بالضروره اقعد احاورها، يعني بيكون في جدال، في قصه، في موضوع، في مشكله. هلا رح نسمع صوت حلو كثير وهو صوت زين عوض. رح نلعب لعبه كثير حلوه. هاي اللعبه انا رح ابلش باغنيه حلو. واخر حرف انت رح تبلشي بكمل. حلو جاهزة. انت كمان ساعديني. يلا ماشي بلشي.
انا ابلش يختي. ابلش الاغنيه اللي بتحبيها اللي قلتي لي عنها صح اللي هي بس كلها احزان الله يسامحك يحزني يا دمع المر في قلبي الدافي يا عيوني وبلسم الشافي دمع ينام بحضني أريد أبكي بيدك كا 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 كا, كا. شو كا شو يا منى كا 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 كل مرة أشوفك فيها أيوة ألا فيها أيوة برافو أجيبك أقول لك إن كلك على بعضك عندي بالحياة طب زقفي يا منى زقفي يلا حرف الهاء حرف الهاء ها يلا أنت ها 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 شو هذا عم بحاول الاقي قبل ما الاقي ايش ها شو ها هنا اخيرا ها مش قادره هلا شي هيك اغاني فيها هلا ها هلا جاي تصالح هلا ايوه وعلي تراضي لما صار الامر معلق بدي زقفي راضي اللي جاي تصالح مين الله لا يوفقك يا قلبي متفقي اللي جاي تصالح مين قلبي وعقلي متفقين ترجع وسلي فاضي حكم القاضي حرف شو حكم القاضية يا يا مايا يا مايا أتريني غشاية هاي مش أغنية ولقيني فياقة إيش هاي الأغنية مش موجودة بالمقرر يا مايا لديانا حداد أوكي بطلت تحبيها لديانا لا لا بحبها هذه بحبها والله زين عوض تصرح لا أحب ديانا حداد أحب ده تتشبكني معها ولا أستمع لأغانيها طب زنزوني بتستحني موضوع العمر والله شوف الستات بشكل عام بحبوش هذا السؤال يعني أختي أنا بحبه بحبوهوش انا بحبه شخصيا يعني ملوش داعي عرفتي كيف انه لما واحدة تقول لك والله 30 يعني بصير عملاقه لما ماما جو... عمرها بس يا ستوب قديش عمرك قولي بقدرش بخاف طولي بالك انت لما نروح مع بعض نفس السياره معك قديش عمرك يا اختي مش ما فيش داعي تقول اقول عمري داعي. لا ليش ما هيني حلوه وسنيوره ليش اقول عمري يا اختي شو رح تكوني 90 يعني لا احنا عندنا هاي ثقافه العمر بس تقول عمرك بتصير عملاق بتصير جبل هيك انه هي 30 حبيبتي زنزونه نفوت هلا بسؤال جديد يلا عليهم على السؤال اوكي في ناس بيقولوا ايوه انه نجوم السوشيال ميديا اخذوا مكان الفنانين والمتروبين لا شو ما اخذوا مكان ما باخذوش خليني اكمل سؤالي بعدين ما انت استفزتيني طيب ما تنفزي بسرعه تنفزي طيب يلا كملي زين عواد في ناس بيقولوا انه نجوم السوشيال ميديا اخذوا مكان الفنانين والمطربين هل هالشيء صحيح ولا العالم بتغير والله شوفي يمكن بفتره كورونا والحظر عشان ما في حفلات كتير للمطربين والمغنيين نجوم السوشيال ميديا ظهروا أكتر بس فيش حدا بأخذ محل حدا أورنج تتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا وهلأ صار وقت نروح لفزورتنا الأسبوعية اللي لازم تجاوبوا عليها بكتابة الجواب في التعليقات ورح يكون معانا 5 فائزين كل فائز رح يربح 100 دينار مودعة بمحفظة أورانج ماني الإلكترونية مع جهاز إنفينكس خلينا نروح ونشوف شو فزورت اليوم وبعدين مع هالحالة الموضوع محير فعلا شو بدنا نطبخ اليوم شو بدنا نطبخ وانت التانية ساعديني بدل ما انت سرحانة بخلقتي هيك ما هو كنت بدي اقترح عليكي خفت ما يعجب حضرتك انت بتسمعي بشورتي انت
مالك مسستمي علي من الصبح؟ اعتبريني غلطت غلطة حياتي يا اختي وسمعت مشورتك. شو ممكن ناكل اليوم؟ اعمل لك معكرونة؟ لا لا انسي، مو جاي عبالي. قبل يومين جارتي اللي ما بتتسمى نزلت صورتها قدام طبق المعكرونة، مو ناقصني تقول اني غيراني منها بعد ما انزل الصورة اليوم. ما هي بتستنى هيك فرصة هداك اليوم. طيب طيب طيب، ما تفتحي راسي بقصصك، بلاش معكرونة. شو رأيك اعمل لك بهالعدس هاد؟ طنجرة عدس معتبرة. لا لا، شربت العدس بتذكرني لما مرة عملتها لخطيبي شداد وامه القوية. يومها انحرقت مع الطنجرة وصارت تتشفى فيه امه وتقول بلاش عدس، مين جاب سيرة العدس؟ شو رأيك اعمل لك صحن رز متبل ومبهر ومفلفل؟ لا لا لا، ما بدي رز. اتذكرت مرة لما ماما بعتت لي تبروير في رز، ومن يومها ولعت حرب عائلية بيناتنا. أكيد أكيد قلتي لها إن الرز مالح كالعادة. لا يا أختي أسخم، التبروير ضاع وضاعت سنين عمري وأنا بدور عليه وما لقيته. التبروير عندها كنز لا يمكن التفريط به. قال مركب الحموات صار ومركب الكناين احتار. مالك أنت مالك، ما أنا عم بقولك صار لي ساعة، يلا فكري معي. صباح الخير. طيب مساء الفل، لسه كل شوي بتفتحي لي قصة شكل. لا عجبيتك المعكرونة ولا الرز ولا العدس، احترنا يا قرعة من وين نبوسك. لقيتها. شو شو؟ عندنا زيت يا أبلة. عندنا يا أختي. طب والبصل؟ موجود وحاصل. وعندنا شطة حرة؟ أظن في بس مالك لسانك عوق على المصر يا بيت. هلأ بخلط كل هالمكونات هاي وبعمل لك طبخة من المطبخ المصري، حتاكلي صوابعك وراهم. شو هالطبخة هاي؟ حدا يقولي، حدا يساعدني. فزورتي اليوم بتقول شو هو الطبق المصري يلي رح تحضره رنا من كل هالمكونات؟ كشري، لازانيا، مقلوبة. اكتبوا الجواب الصح بالتعليقات، رح يكون معنا 5 فائزين، كل واحد رح يربح 100 دينار مودعة بمحفظة أورانج ماني الإلكترونية مع جهاز إنفينكس. جاوبوا يمكن تربحوا. حركة صغيرة بركتها كبيرة. زور رمضان.orange.jo لتزيد البركة مع أورانج ماني. وإنتوا متابعينا الحلوين ما تنسوا تشوفونا الأسبوع الجاي مع سهرة جديدة وضيوف جداد وألعاب جديدة وفزورة جديدة. بحبكم كتير، تصبحوا على خير. هذا البرنامج برعاية أورانج ماني.